السلام عليكم واهلا بيكم. جايبه لكم النهارده لبس المذيعات وبيج سايز. الفيديو ده مخصص للمقاسات الكبيره. هنتفرج على شويه بلوزات وتونيكات وتوينزات، حاجات اخر دلع. هندلع ست الكل، وكل المقاسات متوفره لغايه تلبيس 150 كيلو. تعالوا بقى شوفوا الشياكه والحاجات الحلوه، وكمان في اسعار هتعجبكم جدا. ندخل نتفرج على الفيديو، ما تنسوناش بقى في اللايك والدعوه الحلوه. ورنا النهاردة موجودين في مدينة اسكندرية، تحديدا في سيدي بشير. الشارع اللي احنا فيه ده شارع خالد بن الوليد. شارع خالد بن الوليد هتمشي لغاية ما توصلوا لشعبان، اسمك شعبان، وكمان ممر عماير الضرائب. اهو يا جماعة ده اللي على قمته صرافة الغربية. هندخل بقى لغاية ما نصور المكان اللي جايين يصوروه النهاردة. مشينا لغاية ما وصلنا لكذا اكس لارج، ويلا ندخل نشوف الموديلات الجديدة القمر. عليكم. عليكم السلام. مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات. احلى اسره في الدنيا، يوميات اسره بسيطه، واحلى متابعين، واحلى عروض من جازا اكس لارج. يا سيدي احنا متخصصين في البيك سايز، بس قررنا النهارده ولمده اسبوع او لحتى نفاذ الكميه. ايوه، عروض ضرب نار. بيك سايز تلبيس فعلي 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 لحد 150 كيلو. الله ينور. ومفاجآت واسعار ما حصلتش. يلا بينا. يلا بينا. بص يا جماعه، يلا بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه كده الكارديجان. الكارديهات ده تلبيس لحد 125. تمام تمام. ده علشان يوميات اسره بسيطه، نازل في العرض معانا 200 جنيه بس. زي الفل. ده مش رويال قطن. تمام. حاجه كده طريه ممكن تستخدميها بلوزه، وممكن تستخدميها بيزك وعليها كاردي، عليها جاكيت جينز كات، نازله معانا في العرض 200 جنيه بس. تمام. مشجره. شميزات. بصوا قد ايه الطول، بصوا قد ايه المقاس. يعني عرض وطول. بص يا بنات دوران الكم قد ايه حلوه قوي ما شاء الله. سعر مفاجاه. النهارده في مفاجات حلوه قوي، تحفه تحفه تحفه. بصوا كمان اللون ده، شايفين كل دي حاجات طويله، تونيكات طويله كده، يعني بلوزات طويله، شميزات طويله، عشان الناس اللي بتبقى عايزه حاجه تداري. في نفس الوقت عايزه تطلع من جلباب العباية. ايوه تمام، تبقى مستوره ومحتشمه. بصوا العسل، كل ده معانا بدل 350 جنيه 250 جنيه بس. بس سعرنا 250 جنيه في بلوزات القمر. بيس لحد 150 كيلو. تمام. حتى نفاذ الكميه، خدوا بالكم. تيجوا بسرعه كده علشان تلحقوا المقاسات الحلوه دي. بصوا البلوزات والجمال. بصوا بقى دي جميله قوي، حاجه شياكه كده، سيمبل، فيها حركه كده من الجنب، حزام ما شاء الله، تربطيه تسيبيه براحتك براحتك. معانا منها ثلاث الوان، زيتي بيبي بلو ومنت جرين. كل ده 250 جنيه بدل 350 جنيه. زي الفل. كل الشغل عندنا، يا قطن يا رويال، يا رويال قطن، يا اما سي واي. الفتله فيه، في فتله قطن مستورد مش المصري. زي الفل، يعني مفيش اي حاجه فيهم كوليسترول. بصوا بقى دلع الدلع. عايزه بقى مشجرات بقى، والصيف داخل علينا والحلويات. حركه قصيره قدام لحد الركبه وطويل من بقى، ورا كده طويل. ممكن تلبسيها مفتوحه، ممكن تلبسيها مقفوله. حلوه قوي. حاجه كده دلع الدلع، اشكال بقى والوان. وبصوا حركات، في منها كذا مقاس، مقاس يلبس 120 140 155. تمام. بصوا بقى الفلوري الحلوه دي. بصوا الجمال، واو. الناس اللي بتحب الحاجات المقلمه، موجود. انا من التقليمه احسن تعرضها، لا احنا عملناها لك بالطول، يعني هتاخد الجسم والجسم. زي الفل. وبكام معانا الجميله دي؟ دي معانا 250 جنيه بس. عرض ال 250 مكسر الدنيا النهارده. بصوا جاي موديلات كتير، مش حبساكي في موديل واحد ولا في خامه واحده. زي الفل. موديلات كتير، خامات كتير، الوان كتير، اشكال ياما، مدلعاكوا في كذا حاجه. عرض الشيفون التركي المستورد اول حاجه فيه. بدل 450 جنيه، تتخيلي هيبقى بكام معانا؟ بكام بقى؟ بصي الجمال، معانا ده بالاكسسوار بتاعه على فكره. حلو قوي. معانا ده كل ده تركي. تركي مستورد. وده؟ وده. ده معانا بدل 450 جنيه ب 250 جنيه بس. زي الفل. 250 جنيه. 250. البلوزه اللي عليها الطباعه دي تلبيس لحد 120 كيلو، عليها أيوة عرض ب 200 جنيه بدل 200. بس هو لون واحد بس وشكل واحد. تمام تمام. بصوا بقى دخلنا في الروشنه بقى. بصوا بقى، بصوا يا بنات ايه رايك؟ تحفه. حلويات الحلويات. الله ينور، جميل قوي الشغل ده. مش مصري،
عملته عليه عرض بدل 680 جنيه 400 جنيه بس. ايوه 400 جنيه ده كده اول شكل منه. المقاسات الصغيره فعلا اول مره اشوف منه مقاسات كبيره. اتدلعوا اتدلعي. مش معنى ان انت دفنانه شويه ولا لا 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 ده المقدسه دي ده الدلع كله ده الدلع كله. الناس اللي بتحب بقى زي ما بيقولوا كده ايه ترندي لبس المذيعات تمام كده. بصوا الجمال والحلويات عندنا بقى التوينز ده. الناس اللي بتحب بقى عندها مناسبات وعايزه تلبس حاجه تنفع في مناسبه وتنفع في ايام في نفس الوقت لون حلو وجميل وقيم وحلو وفي قيمته والسعر ما حصلش. هنا ده بيزك ومعاه الكارد بتاعه تمام. تقدري تلبسي ده لوحده وتقدري تلبسي ده على حاجات عندك براحتك. تلعبي في الالوان جايبه عندك لون الموف تحفه في لون كشمير. عايزه تغمقي بقى موجود برضو. ايوه الاسود ده عش طبعا. ده موجود منه من كل لون او من كل حاجه فيه مقاسين. مقاس من العرض للعرض من البطن لبطن 75 سنتي ومن البطن لبطن 80 سنتي فعليا. حلو. تلبيس 145 كيلو فعليا. وبكام؟ بكام؟ بكام؟ بدل 550 جنيه 450 جنيه ليوميات اسره بسيطه. زي الفل. كلمه السر بتاعتكم يا جماعه عشان اسره بسيطه. ايوه انتوا حرين. ايوه دي كلمه السر. ها حبيبي لازم تقول كده يوميات اسره بسيطه. حلو قوي. عندنا برضو سبورتيف. طبعا لازم ندلع طبعا. بصوا الجمال. الله بسم الله ما شاء الله زي الفل. بصوا الشغل اللي على الكم دي طباعة ليزر. لا ما لهاش اي علاقه بالغسيل ولا تتاثر باي حاجه في الدنيا. البسي واغسلي. دلع الدلع ده بدل 380 ليوميات اسره بسيطه 300 جنيه بس. زي الفل. حلو قوي. ايه رايك؟ جميل. ده جديد ودي سوستر. الله ينور. بصوا دلع الدلع الدلع تحفه. عشان الناس اللي بتبقى قلقانه من رفعه الايد. لا موجوده الاستيك اهو ماسك الدنيا زي الفل. عاملين منها البيز وعاملين منها الزيتي. حلوه قوي. بكام معانا؟ تقولي بكام؟ بدل 425 350 جنيه بس. زي الفل. ثانيه ودلع تاني وشغل تاني بقى. بصوا بس تمام. الشغل اللي على الكم مش عايز اي حاجه في الواجهه. بصوا الجمال جميله قوي برده قصيره من قدام وطويله من ورا. بالظبط كده فيها حاجه شيك قوي 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 قوي. تمام. دلع الدلع جايبه لكم منها البسترده ابيض دي معانا في 350 بدل 435. سر اسره بسيطه مدام منى. اسره بسيطه لان في اسعار تانية للناس التانية. لا في اسعار تانية للناس التانية فعلا. انما الناس بتوعي انا معمولة لمدام منى ويوميات مصر. أيوة. بسيطة للناس الرايقة. للناس الرايقة. بصوا بقى بلوزات القمر دي بحب الحاجات السادة والشميزات. حلوة قوي. حاجة قيمة كده فيها حركة وفيها شياكة وفيها جمال. حاجة كده عسل. بكام دي؟ دي بدل 420 330 زي الفل. صحيح الموديل بس ده واللون ده بس حلوه برضه. الحاجات اللي غامقه شويه بس اللي تبقى مجمعه قوي ولا مفتحه. لا حلوه معقوله. حتى النقشه اللي فيها حاجه هاديه كده ورقيقه دي علشان تنفيذ شغلنا احنا عليها عرض ب 260 جنيه. 260 جنيه قمر. شايفين من البطل للبطل قد ايه؟ ما شاء الله يا جماعه. شايفين؟ بصوا زي الفل. انا فارده دراعي والله يا ورا. دلع الميني دريسات. بصوا الحركات. حلو. بصوا الجمال. يا حلو. بصوا يا حلو مسي يا حلو صبح يا حلو تدلع. معانا بقى ده شغل طباعة ليزر. ايوه غسيل ولبس زي الفل. كل ده سي واي مستورد. حلو قوي. يعني ما يحرش ما يسخنش الجسم. معانا منه المنت جرين. معانا منه المستردة الابيض وجماله. حلو قوي ما شاء الله. بس الجمال تمام. الانديجو مكتسح هو والزهري مع المسترد السنه دي. حلو قوي. كل ده معانا ب 350 جنيه بدل 430 جنيه. تمام زي الفل. تمام. بصوا يا جماعه بلوزه الروشه تحسوها كده بتاعت ايه؟ يعني ايه هوانم الروتري. بصوا بصوا الجمال. تمام. دي معانا ب 350 جنيه بدل 425. حلو قوي. ميني دريس. الناس اللي بتحب الحاجات المشجره كده عندنا ميني دريس ساده وعليه طباعه وعندنا المشجر كمان. دريس ساده مشجر في ساده. حلو. حاجه كده دلع. شايفين الضغط معانا من الزهري الابيض ومعانا منه البيج. البيج حلو قوي. بنخاطب كل الاذواق. اللي عايزه فواتح تلبس. اللي عايزه غوامق تلبس. اللي عايزه نص نص هتلاقي. اللي عايزه الوان جديده هتلاقي.
كل حاجه هتلاقيها عندنا بفضل الله. وبكام ده؟ ده معانا ب 350 بدل 450. ده ميني دريسين. شايفه حجم القماش قد ما شاء الله. اه شايفه المساحه قد ايه؟ ايوه طبعا. تلبسيه مفتوح لان هو فيه زراير. اه طب راحتك بقى. الكم بتاعه فيه سايز كامل فردي. حلوه قوي. ممكن تلبسيه مقفول بقى زي ده معانا ب 350. هوانم جاردن سيتي. بصوا بقى. لا هوانم اسره بسيطه. ايوه بص الحلويات. والحلويات الله. ده شيفون مستورد طباعه برده شغل بره بالسكارف بتاعه. حلو قوي. جايبه لك السكارف عشان ما تبكيش. يعني ما تدوريش على الطرحه. الطرحه موجوده والله جميله. طقم بطرحته حلو قوي. بصوا الجمال زي العسل. ومعانا منه الموديل ده كمان. وبكام بقى ده؟ ده في العرض نازل بدل 600 جنيه يوميات اسره بسيطه 380 جنيه بس. 380 جنيه. يا بنات الحقوا الحاجات الحلوه الروشه دي زي الفل. ادي طبعا السكارف بقى يبقى لايق ايه على الطقم. اه وهنا السكارف كوشي عشان يبقى لايق مع الطقم الثاني او الطباعه الثانيه واللون الثاني. 380 بدل 600 حتى نفذ الكميه الحق. اللي عايزه الحاجات التايجرات الهاديه. اه معانا الستايل ده كده عندها مناسبه عندها كتب كتاب ده بقى سعره تحفه. ده بقى كتابه مسك. ايوه لان احنا لازم اقفل لك بقنبله. تلبيس فري سايز يا جماعه. شايفه قد ايه؟ الله ينور. يعني بصي كلي وظبطي يعني براحتكم. تمام. بصوا الشياكه. بصوا الجمال. بصوا هو نفس الطبعه بس نفس هي مختلفه ايه في الفواتح والغوانم. اه بالظبط. انت بقى شو بتحبي ايه براحتك. ودي هنا فاتحه. اه صح كده. اه غامقه وفاتحه. وفاتحه تمام كده. ده معانا عرضه كام؟ بوم بقى. ده بوم تك. اه ده معانا بوم بوم بوم. ده شيفون مستورد. بصوا انا عايزاكي بس تقربي توريهم لان في شغل ستراس. بصوا يا بنات. اه حاجه في منتهى الشياكه والجمال. تروحي بيها بقى مناسبه وانت مش مكلفه جوزك حاجه كتير. ولا اي حاجه. ايوه مش عايزه طقم للفرح. انا عايزه حاجه بسيطه بس جايبه لك حاجه متكلفه برده للمناسبه اللي هتحضريها. بكام يا جميل؟ ده يوميات اسره بسيطه ب 250 جنيه بس. سامعيني يا هوانم؟ ب 250 جنيه بس. زي الفل. دلع الدلع. دلعنا من فوق. ندلع بقى ايه؟ بنطلونات بلوزه ونشو كله كون سي واي وقطن وكل حاجه دلعنا. الله ينور. يلا بينا بقى البنطلونات. بصوا البنطلونات انا مش مصدقه يا بجد المقاسات دي كلها. ده المقاس الوسط في نمرتين اصغر وفي نمرتين اكبر. تلبس لغايه كام؟ اكبر واحده اكبر مقاس عندنا عشان يشوفوا الواقع. يعني اكتر حاجه بقى تلبس كده كام؟ فعليا في البنطلون 160 كيلو. زي الفل. ده اكبر مقاس. ده حلو قوي. بصوا بصوا قد ايه. وفي ليكرا كمان. اه لازم يبقى طري جميل عشان تقدر تتحرك فيه براحتها. معانا منه لونين. معانا الوسط الجنس الوسط والجنس الغامق. نسكت؟ لا طبعا. في ناس بتحب ايه؟ اه الليجن. بتدلع في الليجن. صح. شايفين الجمال؟ جميل قوي. ورجل واسعه. اه اللي بيميز البنطلون عندنا الرجل مش شلستون. لا الرجل ستريت نازله زي البنطلون الكلاسيك بالظبط. فالناس اللي مش عايزه البنطلون يبقى ماسك من عند السمانه لا لا ده نازل مرتاح. انت ما عايزه تضيقي ضيقي براحتك. اه بس احنا عملنا لك اه الواسع بيتضيق. الضيق ما بيوسعش. صح صح. تمام. بصوا الجمال والحلاوه. ده في العرض اليوميات اسره بسيطه كل البنطلونات جينز او لاجن بالظبط كده بالظبط. هيبقى سعرها 350 جنيه بدل 425. حلو قوي. تمام. ده جينز ليكرا وده لاجن طري جدا على الجسم. بصوا اسعار مش هتتكرر بتاتا. عروض. بصوا عروض العيد قبل العيد. اه عروض العيد قبل العيد. اه عروض العيد فعلا قبل العيد. زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. طيب هقول لكم العنوان بتاعنا تاني. تاني عشان برضو الناس. احنا محل كذا اكس لارج موجودين في اسكندريه في دوران محمد نجيب بجوار كافيتيريا بشوشه ممر عماير الضرايب في وش اسماك شعبان ومشويات جيمي. احنا لو انت جايه من على البحر هتنزلي في دوران محمد نجيب عند هريسه احمد حسنين وتخشي يمين من جنب بلبن هتلاقي مشويات جيمي بعديها اسماك شعبان. احنا الممر اللي في وشها. لو انت جايه من عبد الناصر هتنزلي في دوران محمد نجيب وتخشي وتمشي كانك رايحه على البحر وتخشي شمال من جنب شاورما زو ست الشام هتلاقي كافيتيريا ابو شوشه. احنا الممر اللي بعدها على طول على اول الممر يافطه كبيره مكتوب عليها ترافت الغربيه. لو انت جايه من سيدي بشر على البحر من سيدي بشر على الترام هتنزلي في محطه ترام سيدي بشر. احنا الشارع اللي فيه كبابجي حمدي لما يبقى بعد كبابجي حمدي بشارعين لما يبقى كبابجي حمدي على ايدك اليمين ومارفل على ايدك الشمال. يوميا موعدنا مفيش اجازات من 1 لـ10 الظهر. زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. طيبة. عروض تجنن ليوميات اسره بسيطه وبس. اوعوا تنسوا كلمه السر. زي الفل.